ومعنا هاتفيا من لندن متخصص بالشان الايراني السيد محمد المدحشي. مرحبا بك سيد محمد. اذا تغريدات لوزير الخارجيه الامريكي مايك بومبيو شن فيها هجوما شديدا على النظام الايراني، ولكن ثمه من يقول ان هذا الهجوم مصطنع. كيف ترى علاقه امريكا بالنظام الايراني، لا سيما بعد تولي بومبيو السياسه الخارجيه لامريكا وخروج بلاده من الاتفاق النووي؟ في البداية تحياتي لحضرتك وللسادة المشاهدين الكرام. طبعا السياسة الأمريكية بعد تولي ترامب الرئاسة في الولايات المتحدة واضحة جدا، والولايات المتحدة لا تريد التعامل مع أي نظام يحمل راية الإسلام السياسي في المنطقة، ونرى أنه يتم ذلك في السعودية من خلال رؤية 2030، وفي إيران يتم ذلك من خلال عملية جراحية محتملة لاقتلاع الفكر الإسلام السياسي التي تتبناه إيران. والآن إيران لا تريد التخلي عن السلاح وأيضا الميليشيات التابعة لها في شتى الدول المنطقة، فسيتم ذلك من خلال ضغوط اقتصادية وضغوط عسكرية محتملة في المنطقة. لهذا السبب نرى تصعيد جديد في المواقف الأمريكية، خاصة بعد فشل المحاولات الأوروبية للتوسط ما بين الإدارة الأمريكية الحالية وطهران، وسنشهد خلال الفترة القادمة المزيد من التصعيد في هذا الملف، خاصة بعد ترتيب الأوراق في العراق وتشكيل حكومة مرتقبة في بغداد. يبدو أن الخلاف فيما يخص الاتفاق النووي بدأ يغير موقف ألمانيا من إيران، لا سيما بعد تصريح ميركل مؤخرا بأن بلادها قلقة من برنامج إيران الصاروخي. هل تعتقد أن إيران يمكن أن تجد حلا لهذه الأزمة خصوصا مع أوروبا؟ يعني بالنسبة لألمانيا هي لا يزال الراعي الأول للجماعات الإسلام السياسي في المنطقة، خاصة إيران، وتحاول الحفاظ على الاتفاق النووي لإبقاء إيران أو سيطرة إيران على المنطقة بشكل أو بآخر. لكن النقطة التي رأيناها في حديث مساعد وزير خارجية إيران عباس عراقشي الذي أعرب عن شبه استيائه من حزمة المقترحات الأوروبية لإبقاء إيران على الاتفاق النووي، أوروبا لا تريد المزيد من التصعيد مع الولايات المتحدة بسبب ملفاتها العارقة مع ترامب والتصعيد الأمريكي المتزايد ضد الاتحاد الأوروبي وتحديدا ألمانيا. لهذا السبب ألمانيا تطالب من إيران ببعض تنازلات في ملفات معينة تتعلق بالإقليم، والولايات المتحدة تريد تلك التنازلات من أجل إرضاء الرئيس الأمريكي ترامب على الإبقاء على الاتفاق النووي، أو بالأحرى إعادة التفاوض حول الاتفاق النووي. طيب، بخصوص الاحتجاجات الداخلية في إيران، 140 نائبا بلجيكيا طالبوا الاتحاد الأوروبي بالضغط على إيران لوقف قمع المتظاهرين. هل يمكن أن يشكل الملف الحقوقي في الداخل الإيراني ورقة ضغط حقيقية ترضخ النظام الإيراني لتنفيذ مطالب الغرب؟ يعني خلال الأربعين السنة الماضية إيران أثبتت أنها لن تعطي أي تنازلات فيما يتعلق بملفها الداخلي للخارج أو للداخل، أقصد منها المعارضة أو حتى الغرب. والغرب طبعا يوظف هذا الملف من أجل الضغط على أنظمة، ليس فقط إيران، على كل الأنظمة في المنطقة، يوظف المعارضة لضغط إيقاع دور الأنظمة. لكنه فيما يتعلق بالظرف الحالي، لأنه إيران لا يزال لم تتفق مع الولايات المتحدة، فهذه الورقة ستستخدم من أجل المزيد من الضغط على إيران. وطبعا إيران أثبتت أن أسلوبها الإجرامي ضد أي معارضة واضح جدا، وقمع في القبضة الحديدية كما مارسته خلال السنوات الماضية. ولكن بومبيو الآن دعا إلى دعم المظاهرات الشعبية في إيران، هذه الدعوة من بومبيو تتردد منذ بداية التظاهرات في إيران، إلى أي مدى ترى جدية الخارجية الأمريكية لتطبيقها على أرض الواقع؟ يعني دعم المعارضة في إيران خاصة من قبل الإدارة الأمريكية الحالية قد نقول بدأ بشكل فعلي من خلال تجميع بعض المعارضة هنا وهناك خاصة في أوروبا، واجتماعات حصلت هنا في لندن قبل أقل من شهر
تم اجتماع ما بين اطياف مختلفه للمعارضه الايرانيه في بريطانيا، وحتى معارض بعض الفصائل او الاحزاب للشعوب غير الفارسيه ايضا كان لهم اجتماعا بدعم مباشر او غير مباشر من قبل الولايات المتحده، فضلا على انه الولايات المتحده تعمل بشكل جاد لتوفير الانترنت خارج رقابه النظام الايراني، وهذا ما سيؤدي الى المزيد من التصعيد في النظام الايراني. النظام الايراني حاول ان يضبط يعني او يسيطر على الاحتياجات من خلال حجب المواقع وحجب الانترنت شبه كامل او قطع الانترنت خلال فتره الاحتجاجات في ايران. شكرا جزيلا لك من لندن، متخصص في الشأن الإيراني سيد محمد المدحجي.